المغاربة ولات عندهم نوعا ما انعدام الثقة في مجموعة من المؤسسات بشكل عام. في المؤسسات اللي تابعة للدولة ارتفعت واحد النسبة أنه ما بقاتش ثقة بزاف، وذلك راجع طبعا للحكومة بالأساس وللمؤسسات المسيرة للبلاد أنها ما بقاتش كتعطي هذه الثقة للمغاربة. من جهة النظر ديالي تنشوف بأن فريمون المغاربة فقدوا الأمل في هذه القضية هذه وفقدوا الثقة في هذه القضية. كتشوف بنادم عنده واحد لا فيزيون فيتور، واحد لا فيزيون مستقبلية أنه يدير شي حاجة، ولكن كيتصدم بالواقع ملي كيشد الباك ديالو ولا ما كيشد لو ديبلوم ديالو، كيتصدم بواحد الواقع مر. نسبة البطالة لأن القرارات الغير المناسبة في وقتها اللي ما تتخلقش فرص شغل، ما تجيبش أفكار أو إبداعات اللي في ممكن خدموا هاد الشباب وهاد الحاصلين على مجموعة من الدبلومات من الدولة أو من البريفي. طالة غدا وكتزاد معشرة، هذه معروفة على الصعيد يعني العلم، والأسباب ديالها متعددة. قلة فرص الشغل والحكومة الجديدة ما فتحتش يعني حوار مع مقاولات الشغيلة ولا هذا باش تفتح أبواب الشغل. ونتمنوا مستقبلا على هاد لي بروجي اللي كيداروا الصناعي اللي كيدار على الصعيد المغربي، نتمنى يفتحوا فرص الشغل مستقبلا وتهبط النسبه ان شاء الله. كاين واحد الفئه في المغرب اللي المدخول ديالهم تيكون ما بين المتوسط والعالي، هذوك عندك جات معهم الادخار. مي بالنسبه للدرويش مسكين صراحه باش يدخر يلاه دوك المصاريف ديالو ديال الشهر يلاه تيتكافوا مع داك لو سالير ديالو. وبيان سور كاين الناس اللي ما كيقدهمش داك لو سالير باش انهم يتكافوا لك يحقوا داك الاكتفاء الذاتي. دونك كنشوف بلي الادخار عند الناس اللي شويه ميسر عندهم الحاله كاين، مي بالنسبه لبحالنا حنايا بحال ولاد الشعب، الناس اللي كاع الناس اللي ما خدامينش، الناس اللي خدامين ولو بقليل، هذاك الشيء راه صعيب تدخر فيه. عيشه غلات وهذا الشيء ماشي غير في المغرب، في العالم كامل، وبالتالي نسبه البطاله كذلك ارتفعت، ثم القدره على الادخار لان الانسان بهذا الارتفاع المهول للاسعار في المعيشه في الكرا في الشرا في كل شيء ما كيبقى له ما يدخر. ذلك ان المغاربه ولاو دابا عندهم واحد نوع من فقدان الثقه في هذه المؤسسات، ما بقاوش كيدخلوا مثلا الفلوس وكيحسوا بالامان في البنوك نظرا لعدم استقرار اللي كاين دابا، نظرا للازمه الاقتصاديه اللي كاين دابا، نظرا لارتفاع الاسعار اللي كاين دابا، نظرا للبطاله اللي غادا كتزاد، نظرا للحاله الوضعيه الصحيه في المغرب. فبالتالي ما بقاوش المغاربه عندهم واحد النوع ديال الامن والاطمئنان للمؤسسات، وطبعا هذا يؤكده الواقع لان اغلبيه ديال المؤسسات المسيره سواء الحكومه او القطاعات اللي تابعه لها القرارات اللي كتاخذ كلها نوعا ما كتجي ضد المواطن. هما طبعا كيرجعوا للاصل الوضعيه الاقتصاديه الدوليه والازمه وبعد كورونا وكذا، ولكن المواطن كيحس بهذه الدقه وكتولي عنده واحد النوع ديال انعدام الثقه. والحل بعدا غيجي اولا بعدا من الحكومه، خصها تزيد شويه في الاجور للطبقه العامله والشغيله بصفه عامه، وتزيد شويه في السميك، على ملي السميك في المغرب هو ادنى سميك مقارنه مع السميك اللي كاين في الدول اخرى.